هتعرف على حضرتك مجدي تسوقي. شيرين فاطمه دي النهارده اتحملت كام من جميلك وكام من قصيده. ايوه ممكن نسمع جزء منها. هي قبل ما اسمعها لحضرتك، هدف القصيده دي ان الشعب المصري كله يتحد على هدف واحد. احنا لما بنقول ان سياده الفريق السيسي يمسك رئاسه مصر لان جواه شفافيه، جواه ضمير وحب وولاء للبلد دي. مصر محتاجه راجل قوي. انت شايف اللي بيحصل دلوقتي، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. مصر محتاجه راجل قوي يلم حكومه قويه عشان يضرب من يد من حديد لكل ما تسول له نفسه لعمل ارهاب في البلد دي. البلد دي عظيمه وكبيره، وعايزين راجل قوي يمسك بلد زي دي. عشان كده بنقول الفريق اول السيسي. بتقول يا مصر هدي خطوتك على فين بتجري، السكة دي مش سكتك وجعت قلب. يا اهل مصر الحقوا مصر، الحقوها وامسكوها واوعوا تسيبوها للحاسدين يغرقوها. نادوها فكروها بالالف مدنة، بالاولياء والصالحين، بالسيدة والحسين. يا مصر يلي قال عليك ربنا ادخلوها بسلام امنين. عمر ما كان الغدر طبعنا، ده احنا اتولدنا والسماحه في دمنا. ولو العالم كله اتحد على هدمنا احنا اقوى لمصر بحبنا. يا بلدي يا عمري وعمر اجدادي وولدي، خايف عليك، خايف عليك يا ام الابطال، خايف عليك يا ام التاريخ والنضال، خايف عليك يجرفوكي وتعومي وسط الطيار. يا مصر هدي خطوتك على فين بتجري، السكه دي مش سكتك وجعت قلبي. وبنتمنى الخير لبلدنا، وان شاء الله هيبقى خير باذن الله.